نعمل ران. اذا المفروض يصير الان انه انا طالب منه سرعه اصدار 120 راديان بير سكند كونستانت، راح يبدا يعمل ران، وفي البدايه راح يكون التورك زيرو، مش هيك حاطينها؟ كان زيرو، بتغير ل 200 نيوتن متر. بدنا نشوف عند 1.8 سكندز لما اطلب منه تغير التورك، يعني اجى عليه على الشافت، اجى عليه تورك جديد فجاه، قديش باخذ وقت حتى يستجيب، وقديش بتنحرف السرعه عن السرعه المطلوبه؟ هذا ممكن يكون زي كانه ريجليتر، بده يحاول يحافظ على سرعه محدده كونستنت بغض النظر عن الديستربنسز اللي موجوده، هذا نوع من الديستربنس بده يفكر فيه ككنترول سيستم. اذا هذا الديستربنس ما عاد اشرف رح خلي السرعه تنحرف عن السرعه اللي انا بدي اياها، وبعدين برجع. قديش الانحراف والرجوع هذا بنسميه ريجليتر، صار هو ريجليتر. هي صار عندي التغير بالتورك هون. بدنا نشوف السرعة، السرعة اللي بدها تنحرف على 120 المفروض ترجع ل 120. وهي التورك، التورك ارتفع ل 200. طبعا 200 أقل من التورك اللي هو بيقدر يعطيني إياه، قديش هو بيقدر يعطيني هون بالحالة عم بعطيني؟ 300. بعدين احنا هون هلا فجأة غيرنا التورك ريكوايرمنت، طلبنا التورك ريكوايرمنت تضل السرعة ل 120 بس التورك يزيدنا 200. هي تقريبا 200. 200 نيوتن متر، رح يصير في انحراف بالسرعه، هذا مهم، هذا بيهمني اعرف قديش انحرف عن السرعه. الماكسيمم ديفيشن وقديش اخذ وقت حتى رد عالج المشكله بالموضوع، هاي الفتره بتهمنا، خلينا نحاول نعمل زوم عليها. اللي هي الفتره من هون لهون. وبدنا نشوف قديش انحرف عن القيم هاي. فمثلا هذا تقريبا اكبر انحراف هون. اللي هو قديش نزل؟ نزل تقريبا ل 110. فجاه اجى عليه تورك نزلت سرعته ل 110، بعدين شوي شوي رد رجع ل 120، ايمتى تقريبا وصل ل 120؟ هاي النقطه تقريبا وصل ل 120. بس المعادله المقارنه الصحيحه ايش بتكون؟